وأيضا مشاهدينا في نفس ذات السياق ينضم إلينا من سكايب من نيو جيرسي جابرييل سومو، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الشرعي للرئيس الأمريكي. أهلا بك أستاذ جابرييل. مرحبا، يا هلا. مرحبا بك أستاذ جابرييل. يعني برأي حضرتك أهمية قمة هذه مجموعة الدول العشرين التي ستعقد في اليابان؟ مهمة كثير. الاجتماعات تبحث أمورا عديدة جدا تتعلق بالتجارة والصناعة، ومناسبة أيضا لرؤساء هذه الدول للقاء. مثلا الرئيس ترامب راح يكون موجود هناك، رئيس الصين، رئيس اليابان، وبقية الدول. نعم. التجارية الكبرى. بما أن حضرتك تحدث عن اللقاء أو لقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يكون هناك عدد من اللقاءات ومن ضمنها اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رأي حضرتك ما المتوقع من هذا اللقاء؟ الرئيس بوتين يمثل دولة عظمى لها وزنها في السياسة العالمية، وكذلك الرئيس ترامب. هناك أمور نتفق عليها، ولكن هناك خلافات بين الطرفين. لقاءات مثل هذه تساهم في حل عدد من المشاكل بيننا وبين الروس. مثلا روسيا في الوقت الحاضر لها قوات عسكرية في سوريا. هذا يعني بنظر الولايات المتحدة أن التوازن في الشرق الأوسط به خلل، ميزان القوى يتغير بوجود الجيش الروسي هناك. فإذا هناك أمور كثيرة يمكن للرئيس ترامب أن يبحث بها مع الرئيس بوتين. وبشكل عام يعني رأي حضرتك ما الذي يستهدفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال مشاركته في هذه القمة؟ هناك مشاكل، مثل حل المشكلة السورية. يعني الرئيس الأسد قارب على الاستيلاء على مناطق إدلب، شمالي شرقي سوريا. هذا يعني بأن هناك نظام ثابت في تلك المناطق التي هي تحت سيطرة الرئيس السوري، ولذلك من الممكن جدا أن نبحث من الآن وصاعدا مسألة حل المشكلة السورية. هذه واحدة. هناك أيضا مشاكل في أوروبا فيما يتعلق باحتلال جزيرة القرم من قبل روسيا. هناك جيش روسي في مناطق في أوروبا الشرقية، وهذه الأمور جميعها سوف يبحثها الرئيس ترامب. نعم، يعني لو تحدثنا أن هناك نوع من التوترات الاقتصادية ما بين العديد من البلاد، هل برأي حضرتك اللقاءات التي ستعقد خلال هذه القمة، قمة مجموعة العشرين، من شأنها أن تخفف وتقلص من حدة التوترات الاقتصادية بين الدول؟ طبعا. وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة والصين. هلا كان بدي أقول لك عن مثلا عن الصين والولايات المتحدة. تعلمين بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تبلغ بقيمة حوالي 500 مليار دولار في السنة، يعني نصف تريليون دولار، وهذا يصب في مصلحة الصين 100%. هناك عدد كبير من الشركات الأمريكية التي تريد أن تبيع إنتاجها إلى الصين، ولكن الصين لا تقبل في ذلك. الاجتماع المقترح، ربما يكون هناك اجتماع مقترح، أعتقد أنه سوف يتم ذلك في اليابان، بحيث ينظر الرئيس ترامب والرئيس يبحث الرئيس ترامب والرئيس الصيني بصيغة تتعلق بما يسمى في الوقت الحاضر في الحرب التجارية بين البلدين. نعم. كما تعلمين الرئيس ترامب أضاف ما يسمى بالكاستم ديوتيز، يعني الضرائب على دخول البضاعة الصينية إلى الولايات المتحدة، زادها إلى أكثر من 20%.
هذا يعني أن هذه المواد سوف تزيد في قيمة مبيعات هذه المواد في الولايات المتحدة. ونفس الشيء يحصل في الصين التي وضعت من جهتها أيضا ضرائب على المنتوجات الأمريكية التي تدخل إلى الصين. اجتماع من هذا النوع في الجي 20 يعني الدول الصناعية المتقدمة بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني يمكن أن يساهم في حل هذه المشاكل. نعم، يعني بما أننا نتحدث عن العلاقات الصينية الأمريكية، هناك من يقول أن أمريكا قالت أن سوف يكون هناك نوع من الاتفاق ما بين الصين والولايات المتحدة. رأي حضرتك ما المتوقع من خلال هذا الاتفاق؟ ممكن أن يتم اتفاق بين الطرفين على تعديل هذه الضرائب التي وضعها الرئيس والتي وضعتها الصين. ممكن جدا. هناك أمور يجب بحثها. مثلا الصين تفرض على الشركات الأمريكية التي تبيع منتوجاتها في الصين، تفرض عليها بأن يكون للصين حصة 51% من أسهم تلك الشركات. هذا يعني أن هذه الشركات الأمريكية أسرار إنتاج هذه المواد المنتوجات أسرارها تعود يعني تشارك فيها الصين. هذا أمر يتعارض مع سياسة الرئيس ترامب، لأنه يعني عندما تأتي الشركة بإنتاج بصناعة معينة تصرف مليارات الدولارات لكي تصل إلى تلك النتيجة، واليوم الصين تفرض على تلك الشركة بأن تعطي للصين الحق في الاطلاع على أسرار ذلك الإنتاج. هذا يتعارض مع رأي الرئيس ترامب. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جابرييل، كنت معنا عبر سكايب من نيو جيرسي. شكرا جزيلا لك.